أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الليمنة ما أصحاب الليمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ثلة
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين
فإنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما
فسبح باسم ربك العظيم.